موضوع الحملة الإعلامية، طبعا مفوضية الانتخابات لديها حملة إعلامية، هناك تنسيق عمل مع شبكة الإعلام العراقي بالبث المجاني، وهذا توجيه من رئيس الوزراء بإسناد ودعم العملية الانتخابية الخاصة بكل المراحل العملية الانتخابية لمجالس المحافظات. هناك حملة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، موضوع أنه هي ما متأخرة وإنما المفوضية مستمرة في حملات حضرات يعني الناخبين وكل المهتمين بالشركاء العملية الانتخابية. لو دخلوا على الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات وكل مواقعها بالتواصل الاجتماعي راح يلاحظون انه العمل هو مستمر. في مرحلة التسجيل هناك حملات، في مرحلة التحديث هناك، يعني لم تتوقف الحملة مستمرة مع التسجيل. منذ 2020 انطلقنا في عملية التسجيل البيومتري، وفي 22 ما كان انتخابات وإحنا مستمرين بالتسجيل البيومتري، وهناك حملات وهناك برامج وهناك دعوات وكارتات خاصة بالعملية الانتخابية، فالعمل هو مستمر. لكن إحنا يعني خاصة إحنا فريق إعلامي تقريبا خمسة موظفين في مختصين في جوانب مختلفة، وتلاحظ يعني تقريبا مغطين أغلب وسائل الإعلام في أي سؤال يكون موجود ومتواصلين مع الكل، فموضوع الحملة هي عملية مستمرة.